هاي، أحدثكم من جانب الكراكيب اللي موجود عندي في الشقة تحت. بصوا، أنا النهاردة عايز أكلمكم في موضوع لأني حزين حزين قوي ومتضايق قوي بسبب القصة دي. بصوا، مبدئياً بقى عشان خاطر أنا بقى كده ما بهرجش، أوكي؟ إحنا كده خلاص بدأنا، مفيش تهريج، مفيش أي حاجة. هنور النور. إيه ده؟ هنور النور عشان خاطر نتكلم كده بإنارة أكتر، ماشي؟ أول حاجة البنت القصيرة ولا هي ستايلش ولا هي سكسي ولا هي اي حاجة من الحاجات اللي انتوا حطيتوها فوق دماغكوا دي. البنت القصيرة قصيرة، حلو الكلام. انا دلوقتي بني ادم طولي مترين اهو، بصوا مترين، اوكي. ينفعني انا بقى بنت قصيرة ازاي باي حال من الاحوال؟ يعني بنت قصيرة بالنسبة لي انا ينفعني ازاي؟ ما فهمش. دي عقد فارغه عشان خاطر هي قصيره، فيقول لك بقى الله دي جميله قصعه وش مفيش الكلام ده. تاني حاجه البنت التخينه اسمها تخينه، ما اسمهاش كيرفي. كيرفي دي في دماغكو، لكن مفيش حاجه اسمها كيرفي. كيرفي دي انسوها خالص. ماشي، البنات دايما بتطلع لنا ايه عقد كده. يعني انا مثلا مش هخجل، انا بني ادم اهو مفيش شعر خالص، اقرع، اوكي. انا راجل اقرع، مش هقول بقى الاقرع دوت اصل هو الراجل الاقرع ده سكسي وبتاع وبتجري حوالين الستات مش هقول كده. اقرع يبقى اقرع، مفيش شعر، هو ده الصح، اقرع. بالنسبه بقى للبنات الحلوين الجمال الامامير، الاذعه قصيره، مش سكسي خالص ولا ستايلش ولا الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. ده بالنسبة للإيه؟ القصيرة. والكيرفي تخينة. مش هنقعد بقى إيه أنت حضرتك هربانة من الدايت بتاعك وعمالة تتمثلي علينا وتقولي لنا أصلاً كيرفي. كيرفي صلى على النبي. فلو سمحتوا المسميات دي بلاش تلعبوا بيها. ولا الراجل أبو دقن حلو وأمور، ولا الأقرع زي الفل وميت فول و14، ولا القصيرة ستايلش وكوتيموتي هوتيهوتي، ولا الكيرفي حلوة لا تخينة. بصوا تخينة، انتي تخينة.